خلال الصراط طاب المحي عالمقهى جئناكم ضموا إلينا عالمقهى جئناكم بالفكر نلقاكم نحن وإياكم عالمقهى مياه عالمقهى. متابعة لأحداث أسبوع مضى واستشراف أسبوع قادم معا في حوارات المقهى، نحن معكم على الهواء مباشرة من على المقهى، نلتقي. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من على المقهى، وأهلا بكم أيضا ضيوفي على المقهى. أتعرف عليكم؟ أنا اسمي إيهاب علي، بشتغل في السياحة. أهلا بيك. حضرتك؟ عبد الحميد الأباني، بشتغل في السياحة، كنت بشتغل في السياحة واشتغلت في التنمية الحيوانية. أهلا بحضرتك. محمد رشيدي، في مجال السياحة برضو. طيب تمام، هنبدأ بالسياحة بقى. أنا مش عارفة أسأل السؤال ده ولا لأ أصلا. هو سأل نفسه، يعني السؤال طرح نفسه على الوضع الحالي في مصر. يمكن السياحة هي من أكتر الحاجات اللي اتأثرت في الفترة الأخيرة دي، ويمكن آخرها حادث. أنت تشتغل بقالك قد إيه في المجال ده؟ بقالي 9 سنين. بقالك 9 سنين؟ وهل تعتبر السنتين اللي فاتوا هم اللي على الإطلاق؟ طبعا هم الأسوأ، لأن أنا سني لسه صغير، وشفت أعتقد شفت كل اللي حصل من حوادث وعمليات إرهابية بتحصل دلوقتي، يمكن آخرهم الله أعلم يمكن حدث المنطاد ده اللي هو كان كارثة. أعتقد احنا كنا بندردش قبل هوا، وكنت تقول إنه السياح يعني الجروبس اللي بتيجي من بره بتكلمكوا بتسألكوا إيه الوضع، نيجي ما نجيش بالظبط. هما طبعا أغلبية الناس حتى الخليجيين بيبقى نفسهم إن هم يرجعوا تاني ينزلوا مصر ويحسوا بالأمان اللي كانوا حاسين بيه الأول. بس طبعا أول وسيلة ليهم التلفزيون، فبيتفرجوا على التلفزيون. طبعا كل القنوات مركزة على الأحداث، مفيش حاجة فيها تفاؤل خالص، فبيرفضوا. حتى لو هو أنت بتبتدي تطمنيه في التليفون مثلا، اتفضل تعالى شرفنا، مفيش، خايف، حاسس ان هو اول ما ينزل هيلاقي حد واقف ماسك رشاش. ده الاحساس اللي بيجي له، لانه الناس اللي بره طبعا غير الناس اللي موجوده هنا. طبعا يعني اللي بتصدر لها بره او اللي بتشوفه بره بتحكم عليه. يمكن كمان عملي في المجال ده خلاني عايز اشوف شويه ايه اللي بيحصل في طبيعه الشخصيه المصريه، وايه اللي خلاني بقيت من حزب الكنبه. يعني بقيت من حزب الكنبه ولا لا؟ انا بقيت من حزب الكنبه. يعني انت قبل كده كنت ايه؟ نزلت يعني ايام الثوره ولا كنت من حزب برضه؟ بتفرج على حسني مبارك. نزلنا شفنا التحرير طبعا، وشفنا الثوره اللي حصلت، وكنا كلنا متفائلين بالوضع اللي هيحصل. بس بصيت شويه لطبيعه الشخصيه المصريه، لقيت ان المصريين اصلا بطبيعتهم بيخافوا من الموت، ما فيهمش حد متدين قوي يعني. او المتدين خلاص هو بينه وبين ربنا حاجه، بينه وبين ربنا ما بيبقاش في العلن قوي يعني. فبدات اشوف وانزل اشوف الشباب اللي بيروح عشان يموت نفسه. فكان في احد اصدقائي يعني كان تفكيره شويه غريب، ومع ان هو يروح وثوره وينزل ويحضر في التحرير على طول ويشارك. ويشارك. طيب طبعا ده غريب بالنسبه لك. بدا كمان اراؤه معايا ضدي، وايه ده؟ طيب لا مفيش، ده احنا لازم نعمل كذا كذا. يا ابني مش فاهم دماغه، فحبيت ان انا اقرب منه شويه. فبدأت أقرب منه، بدأنا ننزل منطقة زي مناطق وسط البلد اللي هي تعتبر أكبر تجمع للشباب دلوقتي، أو تعتبر اللي هما بيتحركوا منها تقريبا دلوقتي منطقة وسط البلد. لقيت مجاميع وناس بتتلم مع بعضيها وبيقترحوا على بعض اقتراحات، وبيقولوا آراء مختلفة كلها بتحس إن هي ضد البلد. يعني أنا أقسم بالله إن أنا سمعت في مرة خد 30,000 جنيه وولع في نفسك وهنطفيك. يعني انا ما سمعتش كده قبل كده. انا باقسم ان انا سمعت. انا لو اديت لك ثانيه واحده بس، انا لو اديت لك انا وقلت لك هديك 30,000 جنيه وتولع في نفسك واحنا هنطفيك، هتروح تولع في نفسك؟ معلش، في ناس في مصر ممكن تقبل، اللي هي طبعا الظروف الاقتصاديه خلاص بقى عنده استعداد ان هو يضحي باي حاجه. ما تشاركونا يا جماعه في الحوار ده. لا انا مش معاك في النقطه دي بصراحه.
ممكن هو مبدئيا يعني هو ده رايه نحترمه طبعا. هو من حزب الكنبه وواحد من المتاثرين جدا بالثوره لانه بيشتغل طبعا في قطاع السياحه. ف يعني انا نقدر نفهم ده. بقالي 22 سنه في السياحه تمام. بس لو بيقولوا ده ممكن يكون واحد ما بيحبش البلد زي ناس كتير قوي موجوده كمان حضرتك. يعني دلوقتي مفيش امان زي ما هو الاستاذ بيقول برضه. مفيش امان في البلد نهائي. الاول كان في سياح بتيجي وكان في سياحه وكان في بيزنس وكان في رجال اعمال بتاكل عيش كويسه وكانوا يعني كله شغال تمام. دلوقتي كل رجال اعمال يعني انا اعرف ناس قلقانين وخايفين يعني اللي هم القطاع الخاص عامه كلنا قطاع خاص. كل رجال الاعمال دلوقتي مفيش حد بيشتغل بل بيصرفوا من جيبهم على الناس اللي موجوده تمام عشان الناس مثلا كويسه. طب انت بتشتغل في مجال السياحه وحضرتك بتشتغل في مجال السياحه برضو تمام. هل المعاناه بتاعت القطاع ده بتاع قطاع السياحه ممكن توصل الناس انها تكون شايفه انه اللي في التحرير او في المظاهرات عموما سواء في التحرير او في غير التحرير لان المظاهرات في كل حته دلوقتي دول الخونه اللي ضد البلد اللي عايزين ياخدوا قرارات ضد البلد. يعني ممكن الواحد عشان هو متاثر شغله متاثر قوي يبدا يبص للناس اللي هي اللي هو عارف ان اللي هم بيعملوه ده بيأثر عليه بشكل غير مباشر بان هم خونه وضد البلد. هل ده مبرر يعني؟ هو حضرتك اللي حضرتك بتقوليه ماشي كلام مش وحش كويس جدا بس ده مش انا اللي بقوله يعني هو اللي بيقول ايه؟ انه في مجموعات هو حاسس من كلامها ان الناس دي لا الناس دي بتشتغل ضد البلد. هل الناس دي اولاد لا يمكن تكون مصريه دي اول حاجه. مش مصريين ما بيحبوش من البلد. البلد ما بيحبهاش او يمكن ليهم حقوق عايزين يطالبوا بيها. حقوق ايه؟ ايه الحقوق طيب؟ هو عامه حضرتك البلد دلوقتي بتمر باسود ايام في حياتي. اسود ايام اللي احنا بنمر بيه في مصر اليومين دول من اسود الايام اللي احنا بنمر فيها. ان كل الناس دلوقتي مش عارفه تشتغل زي ما قلت لحضرتك. وتاني حاجه عدد البطاله كتر جدا. تالت حاجه انا كنت من اسبوع في التحرير زي ما قلت لحضرتك من شويه. كنت في عند دار القضاء العالي بشتري حاجه كده من وسط البلد وانا طالع لقيت ضرب نار على المتظاهرين وحضرتك الناس اللي هي بتبيع الحاجات اللي هي قدام صيدليه الاسعاف. بعض الناس اللي هي البياعين بقى يشيلوا حاجتهم ويجروا وما تعديش من هنا وما تروحش من هنا. طب هل ده امان؟ هل ده مش امان؟ استاذ عبد الحميد انت شايف الموضوع ازاي؟ انت كنت محظوظ لان انت كنت بتشتغل في مجال السياحه وقبل الثوره حولت الشغل بتاعك لتربيه مواشي. بالظبط. هو هقول لحضرتك بس كان قطاع السياحه شغال كويس قبل الثوره ليه عملت كده؟ هو انا نقلت مش عشان اي حاجه يعني. القطاع كان شغال كويس قوي يعني مش طبعا زي بعد حادثه الاقصر القديمه. السياحه ما بقتش زي الاول والكيرف نازل شويه. فما علينا انا غيرت مش لاسباب شخصيه خالص مش عشان ماديه يعني. الاهم من ده حضرتك بتساليه هل ممكن واحد يولع في نفسه عشان الحكومه القديمه اللي قعدت 30 سنه اولا غيرت الشخصيه المصريه خالص. يعني انا حضرت يمكن وقت انا سني 53 سنه. حضرت وقت الشخصيه المصريه ما كانتش كده. الشخصيه المصريه اتغيرت بالفعل واصبح فيها ناس مش تاخد 30,000 جنيه تاخد اقل من 30,000 جنيه وتولع في نفسها. ده واقع. يعني انا في تقديري الشخصي المتواضع ان حكومه حسني مبارك كان ليها تاثير جدا كبير جدا في 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 تغيير الشخصيه المصريه بالسلب كبير يعني. فدي حقيقه ما ننكرهاش يعني. في ناس تاخد اقل من كده وتعمل اكتر من كده. طيب الايام اللي احنا فيها واحداث كثيره قوي بتعدي ايه اهم الاحداث اللي انتم بتتابعوها على الجرايد وكده؟ بتقديري انا اهم الاحداث دلوقتي العلاقه بين الجيش والشعب والاخوان تحديدا. الصوره دي هي اللي هتبين اللي هيحصل. هل هيحصل انتخابات فعلا؟ هل هم هيقدروا يقعدوا عاملين نفسهم مش سامعين لغايه لما ينفذوا اللي هم عاوزينه؟ هل انا في تقديري ان جمعيه الانقاذ او جبهه الانقاذ ان مالهاش كلمه على الشارع. ده واقع لازم يعرفه ولازم هم الاخوان يكونوا عارفين كده. جبهه الانقاذ مالهاش اي كلام على الشارع. الشارع تقديري هو الشرعيه الوحيده اللي موجوده في مصر. الشارع؟ اه. طيب ايه علاقه الجيش بقى بالحاجات دي؟ الجيش بيتفرج مش عايز يغلط الغلطه القديمه. مش عايز ينزل تاني ويسمع يسقط حكم العسكر.
الخطأ اللي غلطوا بعض القيادات في العسكر، القيادات اللي موجودة دلوقتي أكيد بتفكر بحرص وبتفكر بألف مرة قبل ما ينده الشارع تاني ويقول يسقط يحسبوها. ده دي جزئية. الجزئية الأهم محاولة القيادات بتفكر قبل ما الشارع يقول يسقط حكم العسكر مش بيحكموا دلوقتي قيادات العسكر أقصد مش عايزين ده يحصل تاني، يعني بيفكروا ألف مرة قبل ما يتدخلوا. ممكن هم بيعلموا الشعب يعني ايه يسقط حكم العسكر، كان الشعب بيطالب بيها في فتره من الفترات يسقط حكم العسكر، خلاص اتعلموا يعني مش عايزين يكرروا ده. بس هم زي ما بقول لحضرتك ما بي يعني هم ما بيعملوش حاجه، يعني اللي انا شايفه ان الاخوان او اخوان المسلمين ما بيعملوش اي حاجه، حتى لما بيبقى في مشكله في المناطق الشعبيه بيموت القتيل ومحدش حتى لما بيجي ينزل بينزل بعد فين وفين يكون مات والناس غطته، فانا مش شايفهم ان هم بيعملوا حاجه نهائي. الاخوان الاخوان اللي هو اخوان المسلمين الداخليه والاخوان، ما هي الداخليه هي الاخوان، هي الداخليه العصايه بتاعت الاخوان. فاهماني يا حضرتك؟ هو دلوقتي مين رئيس الجمهوريه؟ مين رئيس الوزراء؟ مين رئيس الداخليه؟ هنتكلم بسرعه، بيطبقوا نفس النظام القديم، مفيش نظام عدل. ممكن الداخليه هي اللي بتطبق النظام القديم لان هي ما تمش هيكلتها اللي هو المطلب الرئيسي اللي بيطالب بيه كل الناس. ودي حاجه من ضمن الحاجات برضه واللي الاخوان ما رضتش تعملها. الاخوان ما رضتش تعمل اعاده هيكله دي لان هو عاجبهم الطريقه دي. دي حاجه بتبقى بيقولوا عليها في علم النفس ازاحه. بس هو ليه ممكن يكون عاجب الاخوان او عاجب الرئيس؟ لانه كل حاجه الامن والامان ده ما هو دلوقتي هو في وش رئيس الحكومه يعني. النظام اللي فات ده في ناس بتنادي باسقاط الحكومه وباسقاط وزير الداخليه كل شويه علشان مش محقق الامن والامان، يعني هو افضل له انه الداخليه تشتغل كويس. لا الحكومه دي موجوده عشان تاخد الوش بتاع الانتخابات بس وتمشي. يعني انا حضرتك دلوقتي انا اعرف ان الصعيد عامه هي كلها هي النجمه الاخوان. تلات ارباعهم مثلا يعني تمام؟ تعالي دلوقتي روحي مثلا الصعيد احنا اتغشينا في الناس دي تمام. هم اذا كان صهاج او اسيوان او سوان او انا او اسيوط ايوه طبعا. انا طبعا رحت الناس شعبيتهم. انا رحت للناس دي كلها هناك تفهماني؟ لان انا من هناك فروحت وقعدت اتكلم مع الناس قالوا لي احنا غلطنا اللي احنا ادينا المفتي. ليه؟ مش جايب نتيجه معاهم، مش جايب ايجابي. الناس الاول كانت بتلاقي سنه تاكل، دلوقتي ما بتلاقيش تاكل خالص. يعني حضرتك زي ما قلنا حضرتك في الصعيد وهنا في مصر. يعني في ناس هنا غلابه برضه في مصر. طبعا. يعني مش لاقيين يعني انا كان نفسي نكمل في الفقره دي لكن للاسف وقتها انتهى، لكن بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا في هذه الفقرة. مشاهدينا في الفقرة القادمة سنتحدث عن هذا الخبر الذي أثار الرأي العام في الأسبوع الماضي على صفحات الجرائد، مركز علاج الإدمان الذي تحول إلى مكان للتعذيب. بعد هذا الفاصل انتظرونا.